يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، ده ايه النور ده؟ نورت يا روح عيني يا قلبي من جوه. يا سلام يا ولاد، والله ما انا عارفه اعمل ايه، ارقص ولا زغرت؟ ايه انت فاكره ايه؟ خلاص فاكره ان انا كنت هشيل الليله دي لوحدي ولا ايه؟ ولا كنت فاكره انك انت مش هترجعي السجن ده تاني؟ ها؟ ابعدي عن وشي وسيبيني في حالي، سامعه؟ حالك؟ حالك بقى معايا، ومن هنا ورايح انا اللي اقول حالك ده يبقى شكله ايه؟ وحياتك يا كريمه، وحياه رميتي في السجن ده زي الكلبه، ما هخلي يوم يعدي عليكي الا وهتتعذبي فيه، سامعه؟ عايزه ايه؟ انت عايزه ايه يا سينا؟ عايزه ايه؟ عايزه انا اروح المحكمه واقول للقاضي انا اللي قتلت محرم؟ حاضر يا ستي، هروح له واقول له انا اللي قتلت محرم، بس ابعدي عني بقى، ابعدي عني. لا خوفتيني. بقول لك ايه؟ انت فاكره الشويتين دول هيخلوا عليا ولا ايه؟ لا، وانا بقى هقول لك على حاجه، القاضي لو ما حكمش عليكي بالاعدام، في اللي حكم عليكي بالاعدام خلاص، مستني بس، فاهمه؟ يا محسن. نعم. بقول لك ايه، هاتي تليفونك دي شويه. انت مش عارفه انه ممنوع؟ انت عايزه توديني في داهيه؟ معلش دقيقه بس، يا واحده ما تاخريش. هي دقيقه، انا مش هحتاج غيرها. هاتي هنا. الو الو. ايوه يا ست الكل، ايوه نسينا، هي شرفت هنا عندي في العنبر. ايوه اعملي انت اللي قلتي عليه، وانا هخلي لياليها كلها اسود من قرن الخروب. عينيا. حاضر. ساميه ساميه، استني بس، عرفين بس ابعد عني، لا صوت ولم عليك البلد كلها. تصوتي وتلمي البلد على جوزك حبيبك؟ جوزي حبيبي؟ ابعد عني، انا مش طايقه نفسي. ليه بس، حصل ايه؟ هتقعدني فين يا محروس؟ هتقعدني عند فتحي ولا عند جبريه؟ وغلاوتك، وغلاوتك اللي هيكون عندك بيت النهارده يتحلف بيه في البلد كلها. بيت منين يا راجل يا كذاب يا ضلالي؟ بقى انت عندك مزارع فاكهه؟ انت بتاخد جناين من بابها؟ ما هيحصل، هيحصل، بس الصبر، الصبر، العجله من الشيطان. عجله ايه والشيطان ايه؟ ده انت الشيطان ذات نفسه. اصبر لحد امتى يا محروس؟ لحد ما الاقي نفسي قاعده في الشارع؟ يا بت، يا بت، هبيع العربيه ونشتري بيت. يا سلام، ولما تبيع العربيه ونشتري بيت هناكل ونشرب منين؟ هنفتح حته قهوه صغيره، اه هتاكلنا الشهد. حاكم البلد دي ما وراهاش حاجه غير القعده على القهاوي، يا بنت صدقيني بقى. ومين بقى شملول اللي هيقف في القهوه، انا ولا انت؟ لا انا ولا انت، هنجيب حد يديرها واقعد انا وانت بقى نلم الغله، انت تاخدي الخمسات وانا اخد الخمسينات. خمسات وخمسينات؟ روح يا شيخ، اله يبتليك بكورونا. الله 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 الله، بتدي عليا ليه دلوقتي؟ ما انا حليتها لك. حليتها فين؟ ده انت عقدتها اكتر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محروس. يا خيبتك يا ساميه، يا حظك الاسود يا ساميه، اروح فين واشكي لمين؟ عرفتي بقى ان مالكيش غيري يا بنت، تفهمي هتروق وتحلى والله. تعالي بس، تعالي. اوعى. تعالي بس، ابعد عني. لا يا بنت تعالي، اوعى، انا داعي عليك. اهلا يا جينا. الواد فين؟ جت عمتي اخدته، ما تقلقش ان شاء الله هتطلع بالسلامه. ان شاء الله يا مروان، انا راضيه بحكم ربنا ونعم بالله. انا عايز اعرف انت جايبه القوه دي كلها منين؟ انا القوه دي كلها جايبها من عند ابويا الله يرحمه. لما كنت صغيره كان بيجيني ليله رمضان بيقول لي يا زينب بكره رمضان انت هتصومي؟ كنت بتكسف بقول له يا بابا انا هحاول، كان بيرد عليا يقول لي لا يا زينب انت كبرتي دلوقتي
ولازم تصومي. كان كل صحابي بيصوموا لغاية الظهر، وفيهم شوية بيصوم لغاية العصر، بس أنا كنت بصمم عشان أصوم لحد المغرب. عارف ليه؟ عشان أنا وعدت أبويا، كنت ببقى عطشانة قوي وجعانة قوي، بس بقول معلش يا زينب استحملي هتقدري، لحد ما صمت اليوم كله. أول يوم صمت فيه رمضان كنت فرحانة قوي يا مروه، وجريت على أبويا قلت له يا بابا أنا قدرت وصمت لغاية المغرب. قال لي برافو يا زينب، طب قوليلي وانت صايمة كنت جعانة؟ قلت له آه. قال لي كنت عطشانة؟ قلت له آه. قال لي هي الدنيا دي كده، عشان تدينا الحلو لازم تعطشنا وتجوعنا، بس احنا لازم نستحمل ولازم نقوى، عشان اللي بدأ حاجة لازم يكملها لغاية الآخر. يا زينب فكرتيني وانا صغير، كنت راسم لنفسي صورة حلوة قوي، كنت شايف ان انا هكون اغنى واحد في الدنيا دي كلها وابقى حاجة عظيمة قوي. كنت شايف كمان ان انا كان عندي اخت كبير قوي في البحر، كنت لابس شورت وسجار في بقي زي بتوع روكسي. هي دي الصورة اللي أنا كنت شايفها طول عمري، بس أنا وأنا صغير كنت عيل مجنون. لما كنت أدخل الأفلام بتاعة الرعب وأشوف الناس بتتكهرب كان شعرهم بيوقف، كان شكلهم حلو قوي 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 يا زينب. قلت أجرب، رحت حاطط يدي في الفيشة وهي في الكهرباء، اتمطرت مترين يا زينب. رحت لحد المراية أشوف شكلي، شعر وقف ولا لا يا زينب، وكل كوم وحكاية الكورة دي كوم تاني. العيال وهي صغيرة كنت بشوفهم هما بيلعبوا كورة، خدوني مرة معاهم ألعب، روحت نزلت الملعب أمرح وأروح وأجي يمين وشمال، والله العظيم يا زينب لا كنت أعرف يعني إيه فاول ويعني إيه بيلين ويعني إيه حكم ولا أي حاجة. وعشان ما يزعلوا مني شيء قالوا لي وقف جون. هيبه راجل واقف كده بين ثلاث عرضات، واحده فوق واحده، فاهمه يا زينب؟ هي دي الكارثه يا زينب، دخل فيا سبع تجوال. ايوه كده اضحكي، نفسي اشوف ضحكتك دي على طول. مروان مش عاوزك تنسى وعدك ليا. عمري ما هنسى يا زينب، صدقيني عمري ما هنسى. يلا. ايه؟ رايحة فين؟ عاوزة أشوف نوح، أطمن عليه. حبيبتي أنت يا زينب. يلا. إيه. لا إله إلا الله. ده أنا كنت واحد عبيط جدا وأنا صغير.